أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. في أحسن تقويم لا تعني وشيما وأشقى، وإنها في جسد ومعجزة في وظائفه. الجمال كالمال أرزاق مزاها الله لحكمة بين خلقه. كان لقمان الحكيم عبدا من النوبة، وكان بلال برباح أسود البشرة، فما ضاهما ذلك شيئا. وما نفع الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأكلها النار. فلا تسخر من شكل أحد وهيئته، أنت لم تخلق نفسك، فإن لم تحترم الخلق فتأدب مع الخالق. لا تجعل أحدا يكره شكله وهيئته، لأنك تريد أن تضحك وتمزح وتتندب. اللسان أحيانا أمضى من ضربة السيف.